إذا اعتدي عليك يجوز لك أن ترد هذا الاعتداء بكل الوسائل، لكن عندنا أولويات. إذا كان قالوا الصائل الذي صال عليك إذا أمكن رده بالكلمة فلا يلجأ إلى العصا، وإذا ردت العصا أو اليد أو كذا لا تلتجئ إلى السيف والرمح، وإذا كان لا يرتد إلا بالسيف فلا بد من استعمال ذلك. هذه مسألة معلومة. يا شيخ إذا جاءك هو من الأول جاءك بالسيف. نعم تستعمل السيف. اليقين أنه جاء شاهد نعم سيف. نعم هذه كلها سلاحة. مفصلة عند الفقهاء نعم. كلها بالتفاصيل هذه. نعم. حتى قضية يعني كيف أحيانا المباغثات لا تجعلك تفكر في قضية الأولويات. فهل يجوز لك أن تأخذ آخرها؟ قالوا نعم إذا كان نعم سيطر الأمر عليك. بحيث بوغثة حتى لا يمكنك أن تفكر في الخطوات التي تتخذها تأتي إلى آخر خطوة.